طبعا اي شيء بنحكيه هلا في بنطبق على الترانزليشنال سيستمز هو نفسه راح ينطبق على الروتيشنال سيستم. انا راح افترض هلا هون طبعا افترض حتى يبسط الامور بس طبعا هو مش راح يكون صحيح. راح افترض انه الاكسلريشن اندر كونستانت اكسلريشن يعني الاكسلريشن بتساوي كونستانت او زيرو. وعندي انا مفترض انه في عندي جسم والجسم بغض النظر عن الماس تبعته ما بهمنيش الماس تبعته راح يتحرك هلا هو بخط مستقيم او ترانزليشنال مكان لمكان. في له اكسلريشن وفي له في انيشال راح اسميها يو وفي له في فاينل راح اسميها في. راح يقطع مسافه مقدارها ديستنس او ديسبيسمنت اللي راح يقطعها راح يكون اس. والزمن اللي زمن الاكسلريشن هذا او التغير في الزمن راح اسميه تي. اسهل شيء حتى نشتق المعادلات اذا نسيناهم نتذكرهم نرسم الرسمه هاي تبعت الترابيزويد. ايش ترابيزويد يعني؟ ايش ترابيزويد؟ شبه المنحرف. مش منحرف شبه منحرف. وهون عندي راح اخذ هذه هون في از ا فانكشن اوف تايم. بعدين راح افترض عندي هون هذا الشكل هنا راح اخط وهذه النقطة راح افترض انها هي يو وهاي النقطة راح افترض انها دي بالسرعة. هذه المسافة راح افترض انها تي. وطبعا السلوب هذا ايش راح يصير عندي هون اللي هو واي كونستنت لاحظ ولذلك هذا جاي خط مستقيم. الان اول معادله ابسط معادله عندي اذا انا عمالي بتسارع بمقدار A معناها اذا تسارعت بمقدار A لزمن مقداره T قديش راح تصير تزيد سرعتي بهذا المقدار مش هيك؟ اذا صار عندي هون V minus U تساوي A في T مش هيك؟ هاي ابسط معادله. المساحه تحت هذا الشبه المنحرف ايش بتمثل لي؟ الديسبيسمنت. تمام. المسافه اللي قطعتها هي كل المساحه هاي لان لما كامل السرعه لما كامل الاكسلريشن شو بعطيني؟ قاعده عامه اذا بكامل A of T dt من زيرو لتاو هذا بمثل لي V of خليني اسمي هذه تاو احسن واسمي هذه تاو واسمي هذه تاو وهذه تاو مش هيك قاعده عامه بقول اذا انا كاملت A of T من 0 ل T تعطيني V of T ونفس الشيء إذا أنا كاملت V of tau D tau من 0 ل T راح تعطيني X أو X of T displacement T وهكذا مش هيك؟ إذا أنا إذا بكامل هذه المساحة، المساحة شبه المنحرف شو بتساوي عادة كقاعدة؟ تذكروا من الهندسة أو المدرسة؟ تساوي الضلع الطويل زائد الضلع القصير on average، الأفرج تبعهم، يعني هذا الضلع الطويل زائد الضلع القصير على 2 مضروب في المسافة العمودية بينهم. إذا بالحالة هاي المسافة أو المسافة اللي قطعتها راح تساوي الـ S، الـ S بتساوي بالحالة هاي V زائد U على 2 مضروبة في T. هاي مثلا أحد هاي طريقة من الطرق اللي نحسب فيها من هون. كمان أنا عندي في عندي المعادلة إذا هاي معادلة كمان بتهمني من هون راح أحطها. لاحظوا هاي المعادلة مفيدة في الحالات اللي إيه مش كونستانت. إذا إيه ما كانت كونستانت ما بقدر يعني بدي أضطر وقتيها أكامل. إذا كانت إيه موجودة عندي مش كونستانت وكان في لها فانكشن معينة بقدر وقتها أطلع فيه من بدلالة إيه. لكن إحنا بقية المعادلات هلا اللي عم نشتقهم عم نفترض إنه إيه كونستانت. طيب لو بدي الاقي مساحة هذا شبه المنحرف بطريقة ثانية بإمكاني كمان أجي أقول إنه مساحة هذا شبه المنحرف بتساوي هذا المستطيل وهذا المثلث مش هيك؟ المستطيل مساحته إذا S كمان ممكن تساوي U في T أول شيء زائد هاي المساحة شو بتساوي؟ تساوي نص القاعدة في الارتفاع مش هيك؟ القاعدة هي عبارة عن T الارتفاع V minus U أو ممكن كمان أقول إنه هو A في T مش مظبوط؟ A في T إذا كمان بتساوي نص A في T سكوير. هاي كمان طريقة تاني كمان أحسب عليها. هلا خلينا نستفيد من المعادلة هاي والمعادلة هاي وأعمل إليمينيشن لـ T. إذا طلعت T بقدر هاي أحيانا بتهمني إذا بعرف أنا السرعة البدائية والسرعة النهائية وبدي وبعرف التباطؤ أو التسارع بقدر أطلع
الديستانس اللي انا قطعتها خلال الفتره هاي. اذا بنطلع هون هلا عندي تي شو بتساوي من هاي؟ بتساوي في ماينس يو على اي، مش هيك؟ في ماينس يو على اي، وبامكاني الان اعوض تي هون. اذا تعويضي هاي هون راح اعطيني اس بتساوي في بلس يو على 2 في في ماينس يو على اي. بتطلع معي النتيجه المهمه بس اعملها كثير بستفيد منها كثير، اللي هي في سكوير ماينس يو سكوير على 2a، او 2as بتساوي v سكوير ماينس u سكوير. هاي كمان مفيده جدا، 2as بتساوي v سكوير ماينس u سكوير. فانا مثلا اذا عندي عارف انا السرعه البدائيه اللي ببدا فيها وبعرف السرعه النهائيه، ما بدي احسب الزمن، ما بيهمني الزمن، وبعرف التسارع بقدر احسب المسافه اللي قطعتها، او اذا بعرف المسافه بقدر احسب التسارع اللي انا قطعته. ماشي، بيسك ايكويشنز، اربع بيسك ايكويشنز حطهم هون، راح اكتبهم كلهم هون. فعندي انا v ماينس يو بتساوي اي تي، هاي معادله مهمه. عندي اس بتساوي v زائد يو على 2 في تي اللي هي ديستنس، وعندي اس كمان ممكن تساوي يو تي بلس هاف اي تي سكوير، واخر شيء v سكوير بتساوي يو سكوير بلس يو اي. ماشي، في اسئله هذول؟ طيب اذا بقابلهم الان بامكاني احط الان اللي بقابلهم روتيشنالي، مش هيك؟ وراح اسميهم هذول، راح اسميهم اوميجا انيشال اوميجا فاينل. فعندي اوميجا فاينل ماينس اوميجا انيشال بتساوي الفا في تي، وبعدين نفس الشيء بسميها هون اس رح تتحول لثيتا، فبصير عندي ثيتا بتساوي اوميجا فاينل بلس اوميجا انيشال على 2 في تي. بعدين عندي كمان ثيتا بتساوي اوميجا انيشال في تي زائد هاف الفا في تي سكوير، واخر شيء عندي اوميجا فاينل سكوير بتساوي اوميجا انيشال سكوير زائد 2 الفا. ماشي، واضحه؟ هاي كلها بيسكس، انا عم براجع بيسكس بس اتاكد انه كله عندنا ومستعملينهم. رح تستعملهم في بعض حالات، عندك مثلا انت عم تعمل كونفير والكونفير عماله بيمشي مسافه معينه، بدك تعرف المسافه اللي قطعها هذا الكونفير، مش هيك؟ ممكن تستعمل بعض المعادلات الموجوده هون تحتاجها. الكونفير هذا مثلا بده يمشي مسافه معينه، او يعني في عندك فريكشن جاي على هذا الكونفير، او هذه مثلا البولي، والفريكشن هاي عم تعطيني كونستنت تورك. الكونستنت تورك هذا بدك تحسب كم لفه رح يلف هاي البولي قبل ما توقف، وانا عارف الفريكشن بقدر احسب منها كل هذه الاشياء الموجوده هون. هلا بنحاول ناخذ مثال او مثالين على بعض هذه المعادلات. ماشي، في اسئله هذول قبل ما امحي هذا الجزء؟ اذا خلينا نتخلص من هذا الجزء من هون عشان ننتقل للمرحله اللي بعدها. نراجع شوي البيسكس تبعت الفريكشن. الفريكشن عندي ثلاث انواع من الفريكشن، طبعا في انواع هائله من الفريكشن، بس انا عمالي بحاول اعطيكم فكره عامه عن انواع الفريكشن الثلاثه. فريكشنال مودلز او فريكشن تايبس. اشهر نوع من الفريكشن شو هو اللي بنعرفه؟ اللي هو الكولوم فريكشن، اللي هو اندبندنت اوف سبيد. كولوم فريكشن بيعتمد بس على الفورس اللي عمالها بتدفع السطحين على بعض. فاذا عندي سطح وعندي جسم على هذا السطح، وفي بنسميها نورمال فورس، نورمال فورس عمالها تدفش هذول السطحين على بعض، وفي عندي نيو ما بين نيو ده. ما بين السطحين سواء كانت ستاتيك او دايناميك فريكشن. من هون عندي الفريكشن اللي باثر على هذول السطحين، صارت عندي الفريكشنال فورس تساوي ميو مضروب في النورمال فورس. وهذا الموديل للفريكشن هو اندبندنت اوف سبيد. طبعا مش كل الفريكشن اندبندنت اوف سبيد، بس هذا احد المودلز اللي موضوعه. الفريكشن موضوع معقد جدا لحد هلا، لسه الناس بدرسوه بيحاولوا يحللوا تفاصيله. اذا هذا اندبندنت اوف سبيد، بس بيعتمد على طبيعة السطحين. ميو بتعتمد على طبيعة السطحين. طبعا إذا كنت ستيشنري مين اللي بنطبق عندي أي ميو فيهم؟ ستاتيك. بس أبدأ أمشي شوي، شو بصير في ميو؟ قيمتها بتختلف، تنزل شوي، بتتحول للدايناميك فريكشن. درستوه هذا الموديل، مش هيك؟ أخذتوه في أكثر مكان، وهذا عادة إحنا بنستخدمه. في عندي نوع ثاني من الفريكشن اللي هو مر عليكم، اللي هو
فيسكس فريكشن تمام. اذا عندي كمان الفيسكس فريكشن. فيسكس فريكشن بستعمله كثير في الموديلينج في الداينامكس موديلينج، لانه ميزته انه هو او الكاركترستيك الرئيسيه تبعته انه هو بروبورشنال تو سبيد. والفيسكس فريكشن بصير عندي لما يكون في عندي طبقه رقيقه جدا من الزيت مثلا او ماده لوبريكانت ما بين سطحين، رقيقه جدا لدرجه انه بتصير الفريكشن او الفورس اللي بتقاوم حركه هذول السطحين على بعض تتناسب مع السرعه. اذا هون عندي بكون الفورس فيسكس بتساوي كونستانت معين عاده بنسميه في كثير من الكتب بنسميه في مضروب في في اللي هي السرعه. وطبعا في بقابله واحد دوراني مش هيك بيطلع معي تورك فيسكس بيساوي بي روتيشنال مضروبه في اوميجا. اشتغل كانه دامبر. نعم دامبر تمام. الدامبر هي عم نفترض الدامبر عماله بنفترض ان هي فيسكس فريكشن. او اذا عندي سطح يعني لو عندك بلوك قطعه معدنيه بلوك وجبت سطح وفرشت عليه زيت، جبت عليه زيت ودهنت عليه زيت ودفشت هذا البلوك، بكون النوع الفريكشن اللي بقاومها اقرب ما تكون الموديل تبعها للفيسكس فريكشن. في حين لو انا عندي بلوك وحطيته على سطح جاف عاد رح الاقي انه الفريكشن اقرب للكولوم فريكشن. وفي الحاله هاي في عندي نوع نون لينير فريكشن اللي هو دراج فريكشن، وهون عندي اف دي بتساوي بنسميه بي او بنسميه دي في دي سكوير، هو بتناسب مع مربع الهاي. والدراج فريكشن عاده لما بكون في عندي دراج فورسز. امتى بكون في عندي دراج فورسز؟ مثلا لو انا مسكت قطعه كبيره وحاولت امشيها في 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 سائل راح يصير في دراج فورسز. او السياره، السياره بتكون ماشيه بسرعه عاليه الهواء، شو بصير عليها الهواء؟ بعمل عليها دراج. هون بالحاله هاي الفورس بتتناسب مع مربع سرعه السياره او مربع سرعه السفينه. وطبعا في عندي كونستانت ثانيه دراج كوفيشنت اخذته، يمكن تاخذه بالثيرمال او بالفلويد، ثيرمال فلويد اخذته دراج. في معادله له، في معادله معقده بتصير عاده الدراج بيساوي او الدراج فورس بتساوي اظن نص coefficient of drag اللي بيعتمد على الشكل والسطح مضروب في رو لهذا الليكويد اللي موجود هون، مضروب في الافكتيف اريا بين السطحين، مضروب في مربع السرعه. وهون بدخل عندي الدراج coefficient بيعتمد على شكل السطح. السطح طبعا لو كان عندي شكل مثلا جاي كونكيف عماله بقاوم اكثر فبزيد فبرتفع عندي الدراج coefficient اللي موجود هون. رو اللي هي الدنسيتي تبعت السائل او المحلول اللي احنا فيه، الفلويد اللي احنا موجودين فيه. فلما اكون انا ماشي في مي ما راح يكون الدراج فورسز زي لما اكون ماشي في هواء، راح يزيد اكثر بكثير. وايه اللي هي الافكتيف اريا، البروجكتد اريا، السطح اللي بيقاوم اللي بيواجه هذا الشكل. ولذلك السياره بنعملها انسيابيه مش هيك؟ ليش بنعملها انسيابيه؟ عشان شو بنخفف عمالنا؟ بنخفف الدراج كوفيشن. وحتى كمان بتكون هي يعني واطيه، هي فكان عم بصغر الاريا مزبوط، بخفف الاريا تبعتها. إذا هذا بالنسبة للفريكشنال مودلز اللي موجودة عندنا هون. خلينا بس ناخذ آخر شيء، ناخذ نحكي عن الإنكلاين. إذا عندي أنا إنكلاين وعندي جسم موجود على الإنكلاين. الجسم اللي موجود على الإنكلاين الماس تبعته M، إيش راح تكون الفورس اللي عليه؟ طبعاً تحت الجاذبية، تحت تأثير الجاذبية. mg مضبوط. والزاويه هاي راح افترضها انها ثيتا. هلا هاي بتهمكم لما يكون عندك كونفير بيلت، في حالتكم ممكن يكون عندك كونفير بيلت مائل. اذا عندي كونفير بيلت مائل راح يصير بدي اخذ بعين الاعتبار تو فورسز، بدي اخذ الفورس تبعت الاكسلريشن والفورس حتى اقاوم، لانه هذا اذا تركته الجسم وكان العالم مثالي وما فيش فريكشن ايش راح يصير بهذا الجسم؟ راح يبدا يسحل مش هيك؟ مضبوط. ايش الفورس اللي عمال بتحاول تنزله؟ ام جي ساين، ام جي اي ام جي، ام جي ساين ثيتا ولا كوساين ثيتا؟ ام جي ساين ثيتا وام جي كوساين ثيتا عمال بتحاول تدفشه. فانا طبعا حللتها هاي، هو ما في شيء اسمه ام جي ساين ثيتا ولا في ام جي كوساين ثيتا، هو ايش اللي موجود بس في الواقع؟ ام جي. انا رياضيا عشان احل المساله جيت انا هذا الفيكتور ممكن افكر فيه كانه هو ناتج عن تو فيكتورز. الفيكتورز هذول الاثنين في واحد منهم بتفش الجسم على السطح وفي واحد ثاني ايش عماله بحاول يعمل؟ بنزله تنزيل.
إذا بتحسب الرياضيات ما راح أدخل فيها، ما راح تلاقي إنه هذا إم جي ساين ثيتا وهذا إم جي كوساين ثيتا. إذا هذا الجسم راح يبدأ يتسارع، مضبوط؟ إيش الفورس هلا اللي مأثر عليه؟ إم جي ساين ثيتا. وإيش التسارع هلا تبعه راح يصير؟ جي. لا مش جي. لا. جي ساين ثيتا. تسارعه راح يكون جي ساين ثيتا، ها؟ لأنه إم جي ساين ثيتا على ثيتا، يعني في اتجاه هذا. إذا سميت هذا الإكس وهذا سميته الواي، الأكسلريشن تبعه باتجاه الإكس راح يساوي جي ساين ثيتا. طيب شو الفورس اللي عمالها بتدفشه على السطح؟ إم جي كوساين ثيتا. ولو في عندي ميو هون لهذا السطح، لو في فريكشنال فورس، قديش راح تكون الفريكشنال فورس اللي بتحاول تبطئ من حركته؟ راح تكون ام جي، يعني الفريكشنال فورس طبعا بهذا الاتجاه كمان راح تكون، راح تساوي ام جي كوساين ثيتا مضروبه في. اوكي ماشي. وطبعا كل ما رفعت هذه ثيتا من هون راح تزيد واحده منهم وتقل الثانيه. لما هاي بتوصل 90 قديش بتصير ام جي كوساين ثيتا؟ ايش الفورس اللي بتدفشوا هذا السطح لما تكون واقفة؟ زيرو. وقديش بتصير ام جي ساين ثيتا بالحالة هاي؟ بتصير ام جي كامل. اذا هذه بتهمنا من هون لانه بدي احلل الفورسز هاي، ففي كثير حالات لازم اقاوم. اذا هذا الجسم اذا بدي اخليه ثابت مكانه ما يتحركش، على الاقل ايش لازم الفورس اللي احط عليه لو ما عندي فريكشن؟ تساوي ام جي ساين ثيتا. اذا هذا الجسم حتى امنع، طيب لو انا هذا الجسم بدي امنعه يسحله وبدي اخليه يتسارع لفوق كمان في مقدار معين، مقداره ايه؟ ايش الفورس اللي لازم احطها عليه؟ بدها تكون اف بهذا الاتجاه، يعني هذا نسمي هذا الاتجاه اكس من هون، اف اكس بدها تساوي ام في اي زائد ام جي ساين ثيتا. الاف الجزء منها هذا حتى يمنع هذا الجسم انه ينزل لتحت، مزبوط؟ فلو حطيت بس ام جي ساين ثيتا ايش راح يصير عندي؟ اكويليبريوم، مزبوط؟ إذا ضفت عليها ام اي ايش راح يصير بالجسم بهذا الاتجاه؟ راح يصير يتسارع بهذا الاتجاه بمقدار اي، وهذا عبارة عن قانون نيوتن الثاني. طيب ناخذ نشوف ناخذ مثال. طيب وضح لي هذه هون لو سمحت.